خلال مؤتمر صحفي نفى السفير السعودي لدى البلاد عبد العزيز الفايز أن تكون السعودية قد منعت فئة غير محدد الجنسية أو أي جنسيات أخرى من أداء فريضة الحج العام الماضي أو الحالي، مشددا على أن المملكة لا تمنع أي حاج أو معتمر إذا انطبقت عليه الشروط المطلوبة، ومنها جوازات السفر المقروءة آليا حتى يمكن للشخص الدخول عبر المنافذ السعودية بعد تدقيق بياناته والقراءة آليا عبر الجهاز. قدم حوالي 450 إلى 500 شخص، هذه المعلومات اللي وردتنا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونتوقع أن يصل العدد إلى 1000 قريبا إن شاء الله. وما دامك تتحدث عن البدون، أود أن أوضح نقطة تكرر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، كما تكرر كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، أن تم منع البدون أو غير محددي الجنسية من أداء فريضة الحج في العام الماضي. هذا غير صحيح، لم يمنع أحد من أداء فريضة الحج، سواء كان كويتي أو مقيم بصورة شرعية قانونية أو مقيم بصورة غير قانونية، لم يمنع أحد. اللي حصل أن وضعت شروط للحصول على تأشيرة الحج، وهذه شروط مطبقة على كل الجنسيات. لم تنطبق هذه الشروط على كثير من الأشخاص من فئة غير محددة الجنسية، لذلك الحديث عن منعهم حديث خاطئ، وأقول أنه مغرض كذلك، لأن محاولة إلصاق تهمة عارية من الصحة أن المملكة تمنع أحدا من الدخول لأداء فريضة الحج.